تحية لمشاهدين هذه القناة. نود أن أشرح لكم طريقة تلقيح زهرة شجرة القشطة. وتعتبر شجرة القشطة من الأشجار الفاكهة، وزهورها من الصعب تتم تلقيحها دأتيا بطريقة الحشرات، لأن الزهرة عند تفتحها بدايتها اليوم الأول تكون أنثوية، وبعد مرور اليوم الثاني تصبح ذكرية. ولكي نحصل على الحبوب اللقاح يتم تجميع من الزهور التي تم تفتحها لها يومين، ويتم تجميع هذه الحبوب اللقاح في إناء غامق حتى نسأل رؤية الحبوب اللقاح داخل الإناء. ويتم عملية تلقيح الزهرة التي تم تفتحها اليوم الأول بطريقة الفرشاة، فيتم تلقيح الزهور التي تم تفتحها في اليوم الأول في نفس الزهرة. في اليوم الثاني قد تحولت إلى زهرة ذكرية، ويتم تجميع الحبوب اللقاح وتلقيح بها الزهور التي تم تفتحها في اليوم الأول. ستلاحظ أن الزهرة قد عقد ثمارها وبدأ نمو الثمرة بالشجرة كما في هذا المشهد تنظرون.